يبقى عندنا القياسات اللي هي ملي متر سنتيمتر. طب يقيس يعني ايه؟ عايزه اقول انا بقيس، بقيس حاجه. ميجر، ميجر يعني يقيس، ميجر يعني يقيس. طيب احنا دلوقتي الحاجات الصغيره بنقيسها بايه؟ سنتيمتر او الملي متر، صغيره قوي بقى بالملي متر. طيب السنتيمتر فيه كام ملي متر؟ 10 ملي متر. هنا واحد سنتيمتر في كام مليمتر؟ 10. لو عدينا الشرط دي هنلاقيها 10. وطيب ما بين الواحد والاثنين كام برضو؟ 10. كل دول هنلاقيهم 10. طب ايه الحاجات الصغيره اللي اقدر اقيسها بالسنتيمتر؟ زي القلم. تعالي كده يا ريم قيسي لنا القلم كده، شوفي كام سنتي ولا كام مليمتر؟ لا كام سنتي؟ القلم كام سنتي؟ 5.5 سنتيمتر. ليه هنا؟ عشان القلم صغير فقسناه هنا بالايه؟ بالمسطره. ماشي؟ مين يجي يقيس لي الكراسه؟ انا. تعالي يا غرام شوفي لي الكراسه كام سنتيمتر؟ ثمانية. الكراسه قسناها 8 سنتيمتر. طب 8 سنتيمتر دول كام مليمتر؟ هنضرب في 10، 8 في 10 كام؟ 80، يبقى 80 مليمتر. ها مين يجي يقيس لي الالوان؟ تعالى اقيس لي الالوان. انا عاوزه ايه؟ تعالى على المسطره اللي هيجي عليه.
كده وريني 3 5 من 10 فين؟ 3 وتعدي بعديها 5 ها؟ ها؟ الشوط بعديها ها؟ يا بنت اهي 1 5 يبقى دي اهي 3 3 و5 اهي يبقى 3 ونعد بعديها 5 شرط. ها طب يلا عايزين مين اللي تيجي تقول لي 5 5 و7 شرط. مين تطلع لنا 5 و7 شرط معاك؟ هتعالي حبيبتي قلتي هبين اختك هبين ادي 7 بقى بعدين يا بنت ما تجيب العيب عماله تعمل 7 برافو يبقى دي 3 5 و7 شرط 5 و7 شرط. ها يلا تعالى انت قلت لي 7 و8 شرط. ها 7 و8 7 8 ليه لحد هنا كده يبقى 7 بوينت 7.8 7 و8 شرط 7 و8 ملي متر كده فهمنا؟ نعمل عايزين نقيس 4 و6 من 10 هتطلعي لي 4 و6 من 10 4 4.6 عدي يلا بعد الاربعه 1 2 3 4 5 6 يبقى ها 4.6 4.6 يعني 4 و 6 من 10 ها طلع لي 5 و 2 من 10 5.2 ها عد 2 5 اهي 3 2 1 2 اهي بس خلاص كده خلصت فهمنا؟ يبقى 5.2 5.2 يبقى عرفنا كده ازاي نقيس بالايه؟ بالسنتيمتر وبالمليمتر كمان، يعني لو حاجة زايدة عن مثلا 2 يعني مثلا 2 و3 من 10، ال 3 من 10 دولت ايه؟ مليمتر، مليمتر اللي هي الشرط الصغيرة اللي في الايه؟ اللي في المسطرة، خلاص كده؟ لما نيجي نقيس القلم نقيسه كده أهو كده ايه؟ 5.8 5 و8 من 10 5.8 خلاص كده؟ يبقى عرفنا صوت يبقى عرفنا كده ازاي نقيس. تعالوا بقى هنا نشوف كده ماي بنسل از 8.5 سنتيمتر شوفوا اصل القلم ايه على المسطره بقى كام؟ 8 و5 ايه؟ و5 من 10 ماي بن از 9 سنتيمتر القلم هنا اتقاس كام؟ 9 سنتيمتر يبقى الحاجات الصغيره بتتقاس بالسنتيمتر تعالوا الصفحه يلا تعالوا نشوف الكتاب مقاسه ايه؟ صفحه احنا بنحل في كتاب المعاصر صفحه 52 يلا كتابي بسرعه يلا شوفوا لي يلا قياس الكتاب الكتاب مكتوب عندنا اهو قياس الكتاب كام؟ 17 سنتيمتر يلا نكتب 17 عايزين نكتب نكتبها حروف نكتبها ارقام يلا نكتب 17 في النقط شيل بتاعنا ها مكتوب عندنا سنتيمتر احنا هنكتب 17 بس احنا هنكتب 17 بس يلا مين هيقول لي قياس فرشة الأسنان؟ ها؟ ها؟ نقولها بالإنجلش بقى. 15 من عندي يلا الشرط اللي بعد ال 15 كام شرط مين هيقول لي أول واحد؟ ها؟ كام شرط عدي؟ ها؟ عدوا إنجلش 1 ها؟ كام شرطة؟ 15 عد الشرط ده لحد الخط 1 2 3 4 5 6 7 يبقى ايه؟ ها يبقى 15.7 يلا نكتبها 15.7 ده طول فرشة الأسنان أبلغ
مقلب يبقى 15.7. ها 15.7 خلاص. يلا ماي فينجر، تعالوا نشوف الفينجر الصابع اهو ده كام؟ 5.4. نكتبها هنا اهو 5، مكتوبه ايه؟ في الجنب اهي 5.4. 5.4 ها خلاص كده؟ ايوه 5.4. ها يلا بعديها نشوف الثام. ها طول الابهام مين هيقولوا لي عندكم؟ ها طول الثام كام؟ ها 4.2 نكتبها في النقطة الثانية 4.2 خلاص؟ يبقى عرفنا قياس الأشياء؟ طب عايزة أقول ما طول، نقولها إزاي؟ how tall is، how tall is، ها how tall is. عايزة أقول ما طول القلم هقولها إزاي؟ how tall is the pen، how tall is the pen. طب عايزة أقول ما طول الكراسة، how tall is the notebook، كلمة كراسة يعني notebook، how tall is the notebook. طب عايزة أقول ما طول الإبهام، how tall is the thumb، how tall is the thumb. يبقى how tall is إيه؟ طب أنا عايزة أقيس طول البنت، عايزة أقيس طول البنت الصغيرة ده إيه؟ how tall is she، ما طولها، how tall is she، how tall is she. طب لو انا عندي جمع بقى، انا بسال على حاجه جمع، هقولها how tall ايه؟ how tall are، يبقى is للمفرد و are للجمع. عايزه اسال على كل حاجه مفرد هقول how tall is، واقول اسم الحاجه خلاص كده. طيب حاجات جمع كتير how tall are، ونقول اسم الحاجات وبتبقى جمع. يبقى لو انا هسال على حاجه واحده هقول ايه؟ how tall is، ها how tall is، ها how tall is. طب اسال على جمع how tall are، ها how tall are. تاني how tall are. تعالوا بقى نقرا كده نشوف البنت دي طولها ايه؟ ها؟ البنت دي طولها ايه؟ 100 يعني 100، احنا عندنا 100 وايه؟ 116. 116 يعني 1 متر و16 و16 سنتي. الولد 127 البنت الطويلة بقى الطويلة الثانية دي 132.4 يبقى 132.4. نقفل كده الصفحة. تعالوا نشوف الأطفال دهيت، نشوف طولهم إيه. هاو طول إز ماجد، يلا نشوف ماجد طوله إيه. مين هيقول لي ماجد طوله إيه؟ ها؟ مين هيقول لي ماجد طوله إيه؟ الصفحة ده إيه؟ شوفي لي طول الولد. هاتي انا اديني الكتاب. ها طول الولد قلنا 100 يعني ايه؟ 127.5 نكتبها في النقط بقى هنا اهو 127.5 اللي هي يا ماما في النقط خلاص. يبقى طول ماجد 127.5 سنتيمتر طبعا. تعالوا نشوف البنت الصغيرة هاو طول از منى. خلصنا؟ يلا نشوف طول منى، طول منى ايه؟ ها 150، احنا قلنا 100 يعني ايه؟
150 يعني ايه 50 يبقى 150 اكتب 150 خلاص ها 150 يلا عند منى بسرعة من تحت بقى quickly please تعالوا نشوف طول طول عادل فين عادل اهو الجملة بتاعته اهي عادل اهو فين عادل اهو نكتب الرقم ده عند عادل هنا اهو 130 عادل اهو وعادل اهو نكتب الرقم ده اهو يلا 100 يا عادل اهو واهو اهو 130 بسرعة الولد التاني شوفوا مين يلا خلصوا ولا بعدها بنت البنت التانية مين؟ منال يلا نكتب الطول بتاع منال في الجملة بتاعتها هي أول واحدة نكتب طولها نكتب طولها في النقط خلاص ها بسرعة فأول نقط منال يلا الثانية ها اللي بعديها مين؟ أحمد فين أحمد؟ اللي هو نمبر 3 نكتب الطول بتاع أحمد جنب أحمد نمبر 3 130 آخر واحدة نور اللي هي نمبر 2 نور is 120 سنتيمتر ها خلصنا كله كده؟ خلصنا؟ الاسم اهو عادل عادل اهو الرقم بتاعه اهو يلا نقلب الصفحة صفحة 56 معانا 56 تعالوا نشوف قياس المشط مشط يعني كوم تعالوا نشوف قياس المشط مين هيقول لي قياس المشط نعد بقى هو 10 وبعدين شرط نعد الشرط اللي بعد ال 10 كام؟ 1 2 3 4 5 يبقى 10.5 يبقى 10.5 يلا نعمل قياس المشط خلاص خلصنا قياس المشط ايوه ها بعديها ايه بقى بعدها قياس ايه فرشه الفرشه ها مين هيقول لي قياس الفرشه كام 6 وفي شرطتين بعديها صح ها يبقى 6.2 سنتيمتر يلا في النقط بسرعة بعديها قياس ايه؟ بعديها قياس اللولي بوب اسمها لولي بوب تعال نشوف بعديها ها 4.5 قياس اللولي بوب يلا قياس ايه بعديها؟ ها ده ايه؟ ده كوريكت تقريبا ده كوريكت ايوه بس كام كام بقى؟ عدوا لي بعد السبعه كام شرطه؟ بعد السبعه خمس شرط يبقى 7.5 ده المعجون الكوريكت يلا بقى نشوف قياس المفتاح اخر حاجه قياس لسه ولد وبنت لا لسه ولد وبنت اهو قياس المفتاح كام؟ بعد الثلاثة كام شرطة؟ عدوا لي كام شرطة بعد الثلاثة؟ ها؟ 5 صح؟ 3.5 ده طول المفتاح يلا نشوف بقى الولد والبنت، الولد طوله كام؟ ها؟ الطول مكتوب تحت اهو 150
اليوم
أول واحدة break ها eat sleep or out من يقرأ لي unhealthy lifestyle unhealthy يقرأ لها جميل يلا go buy car sleep for 4 hours eat chocolate يبقى احنا قرأنا healthy lifestyle معايا كده يلا نقرأها تاني بصوا في الكتاب يا حبيبي معايا healthy lifestyle يلا drink water drink water eat fruit and vegetables eat fruit sleep for 8 hours. Sleep for 8 hours. Unhealthy lifestyle. Unhealthy lifestyle. Go by car. Go by car. Sleep for 4 hours. Sleep for 4 hours. Eat chocolate cake. Eat chocolate cake. ايه تاني في unhealthy lifestyle? Watch. Watch. Play video games. Play board games. خلاص؟ ده مراجعة على الوحدة الأولى عايزين تذاكر كل الكلمات ديت والجمل ديت الهيلثي والار هيلثي لايف ستايل وازاي اقول كيف انتشر هاو دو يو فيل والكلمات اهي والجمل ده اهي والكلمات ده اهي عايزة كل ده يتكتب لي ويتحفظ المرة الجاية عشان عندنا امتحان.